مفاجأة أرجو أن تسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة والأخوات الغاليات، أهلا وسهلا بكم. منذ فترة تحدثنا في هذا الفيديو عن بعض كتب الأطفال التي اشتريتها وفتحنا صندوقها معا واستمتعنا بها. فجاء في التعليقات كثيرا: ماذا في هذه الكتب؟ نريد أن نقرأها معا، نريد أن تلخصها لنا، وأسئلة كثيرة من هذا، نريد أن تترجمها لنا. فأريد أن أبشركم أن هذه الكتب كلها سنلخصها أو نترجمها. هي الكتب قسمين: كتب لعمر ما تحت السبع أو ما تحت الثماني سنوات، يعني لطلاب صف الأول، والكتب الأخرى لعمر ما تحت 13 سنة، يعني لصف الخامس رابع وهكذا. سوف نلخصها ونشرحها في قناتين. الكتب الصغيرة سيلخصها أخي الصغير الطالب في الصف الأول على قناته هذه، والكتب للعمر 10 سنوات 11 سنة ستلخصها أختي التي هي في الصف الخامس على قناتها هذه. يمكنكم الاطلاع على هاتين القناتين والاشتراك بهما إذا أحببتم أن تطلعوا على ملخصات هذه الكتب باللغة العربية وباللغة التركية. أتمنى لكم دوام التوفيق وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.